بكلمات غريبة وموسيقى صاخبة تتصدر أغاني المهرجانات قائمة البحث على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الأغاني خرجت من رحم الأفراح الشعبية والمهرجانات وملأت أصداؤها الشوارع والمقاهي، ظاهرة أثارت جدلا واسعا في المجتمع المصري، واعتبرها كبار الموسيقيين أغاني تفسد الذوق العام وتحتاج إلى رقابة قبل بثها. حجم الهاشتاجات وصفحات اللي أطلقت والجروبات اللي لا للفن الهابط، لا للستريبتيز، لا لل ده عمل لنا سبورت، عمل لنا احنا ماشيين صح، عندنا أريحية دلوقتي في ان احنا بنخلص المجتمع من آفة او من مرض بيأكل حضارة 7000 سنة. دول ناس نتيجة للعولمة ونتيجة للناس بقت عندها انترنت، فهم شافوا الهيب هوب، شافوا الراب، شافوا الحاجات دي فترجموه بطريقتهم. بس أما تسمعيه برضو هو شرقي جدا. صنفت أغاني المهرجانات من جمهورها كلون من ألوان الأغاني الشعبية، إلا أن إجماع الجمهور برفض ما تحمله أغاني المهرجانات من كلمات بذيئة وإيحاءات غير أخلاقية وأسماء بلا معنى للمغنيين، جعل هذه الأغاني تواجه بالرفض المجتمعي وتصبح طي النسيان في أقرب وقت. أغاني تنطيط ورقص ماشي وبتهيص وبتاع، لكن محتواها مش حلو، يعني اللي بيسمعها وما عندوش عقل زي اللي موجودين دلوقتي هيخرب الدنيا بيها. مصر دي معروفة أنها بلد الفن، معروفة أن هي هوليود الشرق، فما ما ينفعش فيها الكلام ده. احنا طول عمرنا اتربينا على الحاجات الهادية، الحاجات بتاع ام كلثوم وفريد، كله بيحب طبعا يسمع مهرجانات، وهي اصلا اللي بتشغل اي فرح. يعني ما فيش فرح ما بيشغلش مهرجانات في مصر اصلا. هالي سالي جابت تسالي سالي والله بقى نبدا بجد. ظهرت اغاني المهرجانات في مصر خلال العقد الاول من القرن الحادي والعشرين كمزيج من موسيقى الراب والتكنو او موسيقى الكترو شعبي بصبغه محليه، الا ان تداخل المفاهيم ببعضها البعض احدث نوعا من اللبس وفقدان المعنى لمخزاه، ليصبح البطل في اغاني المهرجانات هي الموسيقى الراقصة. رغم ارتباط الشباب بأغاني المهرجانات التي أصبحت تتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي محليا وعالميا، إلا أن هذا النوع من الغناء ولد بلا شرعية، واعتبره كبار الفنانين والموسيقيين آفة تهدد الذوق العام وتاريخ الفن المصري العريق. محمد عاطف، الغد، القاهرة.